كام مره ضاع منك ديل لانك مش عارف تتعامل مع العميل؟ خسرت فلوس كتيره جدا لانك مش عامل نظام اداري ناجح لشغلك؟ كام مره سمعت مصمم بيشتكي من تعديلات العميل الكتيره ومش عارف يسيطر على نظام شغله؟ مجالات التصميم مختلفه ومتنوعه، ومهما كنت محترف من غير نظام اداري مناسب لشغلك نجاحك مش اكيد. كل ده واكتر هتلاقيه معانا في الكورس ده، وهنتكلم عن تفاصيل كتيره تحافظ لك على العميل وتجيب لك عملاء اكتر وتخليك متميز عن كل اللي في مجالك. انا شيف الحلو، موشن ديزاينر لمده تزيد عن 10 سنين وكارير ديفلوبمنت سبيشالست. هكون معاكم في الكورس ده عشان نتعلم ازاي تعمل نظام اداري ناجح لشغلك كمصمم. تابعوني على coursestore.com.